C'est un appel adressé à Monsieur le Président de la République. J'ai suivi le discours. Mali Wali. قلت قلت فيه باللي كل مظلوم أو قلت الضعيف عندي راه قوي حتى نجيب له حقه أو المظلمة نتاعو. اليوم جو فوز أدريس مسيو البريزيدون دو لا ريبوبليك أن أبيل d'urgence pour voir le dossier que je vous ai envoyé par le biais d'un courrier électronique adressé janvier 2021, un deuxième courrier avril 2021 et le dernier courrier avec accusé de réception vous est adressé le 25 août. أنا عميد شرطة سابق بأمن ولاية عنابة، رئيس الفرقة الاقتصادية والمالية، ثم رئيس المصلحة الولائية للشرطة القضائية، ثم رئيس أمن دائرة البوني 2002-2005-2005-2006، كنت حاكم المصلحة الولائية للاستعلامات العامة. لو ديتاي راه عندك كل في لي زيكري. J'ai tout expliqué. Je ne veux pas citer de nom. La première vidéo, je ne citerai aucun nom. طلبت منك التدخل ونطلب منك ومن وزير العدل ومن المدير العام للأمن الوطني باش ياخذوا بعين الاعتبار الشكوى نتاعي ويعطيني حقي. الناس كل تعلم في الجزائر في عنابة في المديرية العامة للأمن الوطني كلهم يعلموا شكون هو الشخص اللي كان سبب في تحطيم مستقبلي ومستقبل العائلة نتاعي عائلة صغيرة والكبيرة احتراما لروح المسؤولية إلى سكري بروفيسيونيل اليوم جو نسيتري أوكان نو نطلب منك التدخل العاجل واعطيني حقوقي كيما داو الناس كل حقوقهم ماني طالب حتى حاجة انا تهموني تهمة تاعي اني قمت بإتلاف مستندات بين قوسين وصل استلام تكتب في قرار الإحالة 26 بون قطعهم بن محمد سمير بصفته رئيس أمن الدائرة يعني رئيس أمن الدائرة هو اليوم يتبع المخالفات في 2005 كان يتبع المخالفات كأني ما عنديش مصلحة ما عنديش ضابط ما عنديش عون ما عنديش أنا المسؤول المباشر ولم يتم سماع المكلفين بهذا الملف كونترال زادوا رقاوهم وعطاهم محافظي شرطة عمداء وعمداء أوائل لو نو اللي سيتي عندكم عند وزير الداخليه وعند المدير العام للامن الوطني المحترم اللي نحترمه كثيرا لي 26 بون هادو نو اوكون فالور وما عندي حتى مسؤوليه معاها من قريب ولا من بعيد جي تو تيكسبليكي في لا ليتر اليوم راني نطلب اعاده النظر في الملف نتاعي ولكن كنت مخطئ راني مستعد Donc je ne citerai pas de nom. J'espère que le message vous sal. Le masalih nta'ak ay andha le milf nta'i ou fiha des copies de rapports et des écrits adressés en 2010 et le jami' moudiri l'am l'amn l'watani sabiqin. Que ce soit Ali Tounsi, Rabbi Rahmou, que ce soit l'Hamel, Abd Ghani Hamel, que ce soit l'Hbiri ou خليفة أونيسي ورسلت المدير العام للأمن الوطني الحالي
نفس الرسالة لو 25 اوت 2021، معناتها من 2006 وانا نكتب. كتبت كي كانت العصابة قبل العصابة وفي العصابة واثناء العصابة وبعد العصابة. بن محمد سمير ما جامي يفرواه زيو. كتبت كي كانت الناس، كان الشخص هذا ضدي، كتبت للمدير العام ولي زيكري راه موجودين في المفتشيه العامه للامن الوطني، والتقارير تاعي موجوده. ما نقولكش خدمت وحاربت الفساد، كنت خالص عليها، كنت نخلص 3 ملايين و900 وراضي بها، وكنت ندير في ملفات بمئات الملايير. مانيش نهضر انايا، ملفات راهي موجوده وهذه داخله في اطار المهام تاعي بلا مزيد حتى واحد. اليوم راني نطلب بعد ما شفت الديسكور تاعك، اعطيني حقوقي برك، سي تو سكو جو دوموند، اعطيني حقوقي. طلبت بفتح تحقيق او مواصلة التحقيق، يواصلوا التحقيق ويجيبوا الاشخاص هذه اللي كان عندهم الملف وراهم موجودين اليوم، وتكلمت معاهم جو دون با بوكو دو ديتاي، مي لا بروشين فوا ان شاء الله ماذا بيا ما نمدش بوكو ديتاي. بصح نستلزم الامر، راني نمد جميع تو لي ديتاي اي جو سيتري تو الموند. دونك جو غارد توجور لو سيكري بروفيسيونيل دوبوي 16 ans. هاني نقول لك مسيو البريزيدون دو ريبوبليك، من فضلك امر المصالح تاعك باه يدرسوا الملف، ويامر المدير العام للامن الوطني باه يواصل التحقيق. خليني نجيب حقي في العداله. الناس اللي دخلتني للسجن اليوم راهي معليش، اليوم راهي تم تنصيبهم في اعلى المناصب، من بعد ماذا بيا ما سيتيهمش. بصح يا امبوسيبيليتي باللي حقي ما نرجعش عليه. 16 سنه مسيو ديريكتور، مسيو البريزيدون بلوتو، 16 ans وانا نكتب، 16 ans 16 سنه ولا عايشني ربي نزيد نكتب pendant 20 ans ou 30 ans. حقي نكتب عليه، ما ديتش حقي اليوم نديه غدوه، المهم اشني ساكت على حقي. ولو كان جيت غلط، كون جيت غلط راني سكت هذاك العام، عام عامين سكت هذاك العام، ما حبوش يسمعوا لي. تسمعوا لي بالسيف عليكم، باسكو ظلمتوني وظلمتوا العائله نتاعي. اليوم مع البريزيدون دو ريبوبليك ان شاء الله عبد المجيد تبون، نجيب جميع حقوقي. راني رسلت نفس الرساله لوزير العدل. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.